أعزائي الطلبة، السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم هو استكمال المحاضرة السابقة اللي بديناها الدرس الماضي، واللي تتضمن كيفية تصميم ما نسميه بالسلايدنج بيرنج، والأهم أنواع السلايدنج بيرنج اللي تعرفنا عليها اللي هي الجورنال بيرنج. والجورنال بيرنج واحد من أهم الأنواع الخاصة السلايدنج بيرنج بالحقيقة، اللي راح تشوفوها بالتطبيقات الصناعية والتطبيقات المنزلية وكل التطبيقات بالحقيقة، وين ما راح تروح إلى معامل إلى يعني تطبيقات بحياتك اليومية راح تشوف من هالأنواع هذه من البيرنج. فلذلك يعني أهمية الموضوع أهمية كبيرة، وتتطلب من عندنا أنه مثل ما نقول نضبط كيفية إجراء التصميم الصحيح والمناسب لمثل هذا النوع من أنواع البيرنج. طبعا أحب أذكركم ببعض المعلومات اللي استعرضناها بالدرس الماضي واللي تخص الموضوع. قلنا أنه هذا البيرنج بالحقيقة، وهالنوع هذا من أنواع البيرنج أو المساند، يعمل على نظرية الهيدروديناميك ثيوري. ومثل ما تتذكرون أنه البيرنج هذا يعني very simple، يتكون منه من قطعتين، وفي بعض الأحيان يصير تلف قطع، إن شاء الله أنا أوهلكم عنها خلال المحاضرة. يتكون لنا من قطعتين، القطعة الأولى اللي نسميها بالجورنال، والقطعة الثانية اللي نسميها بالبيرنج. وما بين الجورنال والبيرنج أكو عندنا طبقة خفيفة من الزيت، ونتيجة لدوران الجورنال اللي هو الشفت بالحقيقة، اللي هو جزء من الشفت اللي يدور، نتيجة لدورانه راح يتولد عندنا بريشر. هذا البريشر بالحقيقة إذا ضربناه بالبروجكتد أريا مثل ما ذكرنا سابقا، راح يتولد عندنا لود. هذا اللود يعادل لنا اللود الابلايد لود من الخارج اللي المفروض البيرنج يتحملها. ومثل ما تذكرون قلنا انه يعني اكو عندنا مثل ما نقول احنا نقدر نسوي في ماثيماتيكال موديل لهذا البيرنج. ف واحد من اهم الجفرنج ايكويشنز مالت المعادلات الحاكمه اللي هي رينولدز ايكويشن، اللي الحل مالها مثل ما ذكرنا بالدرس الماضي هي حل عددي ومن غير الممكن ان نجري لها حل اناليتيكال. ف بالحقيقه قام عندنا العلماء اللي اسمهم رايموند اند فويد باجراء حلول متتابعه وحلول متعدده لنوعيات مختلفه من البيرنج بالحقيقه لهذه المعادله، وسووا لنا شارتات اللي نسميها الرايموند اند فويد شارت، اللي هي ديزاين شارت اللي استعرضناها الدرس الماضي. وشفتوا انه الديزاين شارت تحتوينا على كل البيرنج كاركترستكس، تحتوينا على كل البيرنج كاركترستكس. ومثل ما تذكرون او خليني اذكركم بالموضوع، انه الشارتات اللي يكون عندنا الاكس اكسس مالته هو عباره عن السمر فولد نمبر، بينما الواي اكسس راح يكون لنا فد واحد من البيرنج كاركترستكس، كان يكون عندنا الفريكشن كوفيشن، كان يكون عندنا الفلوريد، كان يكون عندنا السايد ليكج، كان يكون عندنا الماكسيمم بريشر اللي يتولد عندنا بالبيرنج. فالمهمه مالتنا بالحقيقه هو كيفيه اتقان استخدام هذه الديزاين شارت حتى نصمم الجورنال بيرنج. في هذه المحاضره ان شاء الله راح نستمر بعض الأمثلة اللي توضح لكم كيفية استخدام هذا الشارت. وهذا المثال اللي أمامنا هو هذا المبنى المكبرينج هو 360 درجة. تتذكرون إحنا قسمنا البيرنج إلى نوعين، أكو عندنا فول جورنال بيرنج اللي يكون عندنا البيرنج بالحقيقة يحيط بالجورنال ب 360 درجة، وأكو عندنا البارشال جورنال بيرنج. والبارشل جورنال بيرنج قلنا انه البيرنج يحيط بالجورنال سيكتر، يعني بارك مقداره حدود، يعني الزاويه مالته بحدود 120 درجه او اقل او اكثر بقليل. فلذلك هنا عندنا البيرنج هذا مالتنا هو فول جورنال بيرنج ب 360 درجه هايدروديناميك بيرنج. عندنا الابلايد لود من الخارج عليه هو 3.2 كيلو نيوتن. الجورنال سبيد عندنا 1490 ار بي ام. الجورنال دايمتر هذا الجيومتري، يعني نتحدث عن الجيومتري مال البيرنج، الجورنال دايمتر هو 50 ملم، البيرنج لينث 50 ملم،
أي بما معنى أنه ال L إلى D تساوي لنا قد تساوي لنا واحد. ال L إلى D تساوي لنا واحد. ال L إلى D إخواني في بعض الأحيان نسميها بالسلندرس ريشيو. زين سلندرس ريشيو مال البيرنج. الراديال كليرنس بالحقيقة هو 0.05. الراديال كليرنس 0.05. إذا تذكرون طبعا هذه المصطلحات ضروري أنه تتقنها. الراديال كليرنس هو عبارة عن الفرق ما بين الراديوس مال البيرنج نطرح من عند الراديوس مال الجورنال. يعني الفرق ما بين الراديوس مال البيرنج والراديوس مال الجورنال هو 0.05 مليمتر. إذا كان الجورنال دايمتر هو 50 مليمتر فالجورنال راديوس بالحقيقة هو 25 مليمتر. أوكي فالراديال كليرنس بالحقيقة إذا نضيفه إلى الراديوس مال الجورنال يعني إلى 25 راح نقدر نعرف إيش قد مقدار البيرنج راديوس. يعني البيرنج راديوس هنا هو 25.05 مليمتر. الفيسكوسيتي أوف اللوبريكانت 25 سنتيبويد. هذه السنتيبويد بالحقيقة هي وحدة من وحدات الوحدة اللي نوصف بها الفيسكوسيتي اللي زوجة مال الزيت. هذه السنتيبويد بالحقيقة الوحدات الأساسية مالتها هي داين اللي هي وحدة مشتقة من النيوتن. داين سكند لكل سنتيمتر مربع. داين سكند لكل سنتيمتر مربع. مثل ما تعرفون احنا الوحدات مال الدايناميك فيسكوسيتي. لا ننسى انه الفيسكوسيتي على نوعيتين. النوعية الاولى اللي هي الدايناميك فيسكوسيتي والنوعية الثانية اللي هي الكينيماتيك فيسكوسيتي. الدايناميك فيسكوسيتي الوحدات مالتها هي باسكال سكند اللي هي نيوتن سكند لكل متر مربع. اكو عندنا وحده مشتقه من عندها اللي هي عباره عن سنتيبويد احنا نسميها اللي هي الداين سكند لكل سنتيمتر مربع. لذلك هنا الايل فيسكوسيتي منطيك اياها مباشره ما راح تحتاج انه تروح للشارت مال الفيسكوسيتي تشارت مال الايل. يعني مو منطيك نوعيه الايل منطيك الفيسكوسيتي مباشره 25 سنتيبويد. Assuming that the total heat generated in the bearing is carried by the total oil flow. يعني هساعدنا احنا مثل ما نقول الاويل يقوم بواجبه perfectly. مثل ما قلنا الزيت الوظيفة مالته بالإضافة إلى عملية التزييت الوظيفة الثانية هي عملية التبريد. كيف تتم عملية التبريد؟ كل حرارة راح تتولد عندك بالبيرنج راح يأخذها الزيت الطريقة ويرجع بها إلى وين؟ إلى الخزان. وبالتالي يخلصنا من الحرارة اللي دا تتولد داخل البيرنج. فهنا دا نفترض أنه perfect performance بالنسبة للأويل إنه كل الحرارة اللي راح تتولد راح تنخذ عن طريق الأويل إلى الصنف. فالمطلوب من عندنا شنو؟ المطلوب من عندنا نحدد إيش قد مقدار الكوفيشنت أوف فريكشن مال هذا البيرنج. هذه اللي إحنا نسميها بالبيرنج كاركترستيك. إيش قد الباور لوست إن ديو تو فريكشن؟ إيش قد الباور لوست ديو تو فريكشن؟ إيش قد المينيمم أويل فورم ثيكنس؟ إيش قد الفلو ريكوايرمنت ان لتر بير مينيت؟ إيش قد مقدار التمبرشر رايز اللي راح يصير عندنا بالبيرنج؟ هاي كلها نقدر نعرفها عن طريق من؟ عن طريق استخدام الديزاين شارت اللي استعرضناها المحاضرة السابقة. فمثل ما تعرفون حتى نستخدم الديزاين شارت مالتنا بالدرجة الأساس لازم نعرف شنو؟ لازم نعرف قيمة السومرفيلد نمبر. واللي هذا السومرفيلد نمبر أيضا أذكركم به اللي راح نسميه بالبيرنج نمبر. البيرنج نمبر اللي قلنا عليه انه هو عبارة عن اللزوجة في السرعة اللي هي عبارة عن number of revolution per second. لننسى number of revolution per second مقسوم على البرشر اللي هو عبارة عن اللود الدبليو مقسوم على شنو؟ مقسوم على البروجكتد اريا. مقسوم على البروجكتد اريا اللي هي عبارة عن ال في الدي. ومثل ما تعرفون كل الشارتات بالحقيقة أو كل الجداول كل الشارتات والجداول اللي استعرضناها الدرس الماضي تعتمد لنا بالدرجة الأساس عليه من على قيمة السومرفيلد نمبر. لازم نعرف إيش قد قيمة السومرفيلد نمبر وبنعرف وياها بارامتر آخر. مثلا عندنا إحنا إذا نشتغل على بيرنج الـ L over D مالته موجود عندنا هنا بالمثال الـ L over D مثلا واحد اللينكس مال البيرنج والدايمتر موجود بالسابقات لذلك الـ L over D تساوي لنا واحد. وكيف لازم بالبداية أول شيء تسوي إنه تروح تشوف إنه جد قيمة السومرفيلد نمبر.
ايش قد قيمة السمر فولد نمبر. فالسمر فولد نمبر هذا هو التعريف مالته مثل ما تعرفون، هو عبارة عن R over C كل كمية تربيع في الزوجة multiplied by ال N اللي هي عبارة عن الريفوليوشن بير سكند مقسوم على ال P اللي هو عبارة عن اللود بير projected area. لاحظوا هذا هو السمر فولد نمبر. الراديوس مال الجورنال اللي هو 25، يعني احنا منطين الدايمتر 50 ملم. الكليرنس هو عبارة عن 0.05 ملم. اوكي، هنا هذا يكون عندنا 25 مقسومة على 10 و9. باوع هنا منطيك هاي الملاحظة السنتيبويز، يعني السي بي هذه هي عبارة عن سنتيبويز، الوحدات الأساسية مالتها داين سكند بير سنتيمتر سكوير، to convert it to newton second per millimeter square. حتى نقسمها الى newton second per millimeter square راح نقسم السنتيبويت على 10 و9. فاذا هنا هذه ال 25 اللي هي وحدات الفيسكوسيتي بس وحداتها بالنيوتن نيوتن سكند لكل مليمتر تربيع، لكل مليمتر تربيع. فنقسم ال 25 اللي هي السنتيبويت نقسمها على 10 و9. وتعرف انت يعني الداين عندك اذا تقسمه على 10 و5 راح يتحول الى نيوتن، السنتيمتر تربيع اذا تقسمه على 10 و 2 سنتيمتر تربيع راح تحوله الى مليمتر مربع، وهكذا. هذا النتيجه جايتنا من هنا. اوكي، فبالحقيقه هذا اللي بيصير عندنا هنا، راح نستخدم الفيسكوسيتي بدلاله شنو؟ بدلاله او بوحدات النيوتن سكند بير مليمتر سكوير، بير مليمتر سكوير. من هذا الزيتا عندنا ال N هي 1490 ار بي ام، نقسمها على 60 حتى نحولها الى نمبر اوف ريفولوشن بير سكند، نمبر اوف ريفولوشن بير سكند، هذا التقسيم على 60 حتى نحولها بالنمبر اوف ريفولوشن بير سكند. وعندنا ال W اللي هي عباره عن العفو البريشر اللي هو عباره عن الدبليو مقسوم على البروجكتد اريا ال في الدي بوحدات النيوتن لكل مليمتر مربع. هذا هو اللي يخلينا نستخدم الفيسكوسيتي بوحدات نيوتن سكند لكل مليمتر مربع. ما دام استخدمنا الطول هنا وحدات المساحه بالمليمتر مربع، لازم هنا ايضا نستخدمها بوحدات المليمتر مربع، ما يصير نستخدمها بالسنتيمتر المربع. اوكي، وما دام هنا عندنا نيوتن هنا لازم ايضا يكون نيوتن، لازم نستخدم بالداين. هذا اللي احنا نسميه الكونستنسي اوف يونت، لازم تكون الوحدات متماثله. زين، فلذلك هنا السمر فولد نمبر راح يطلع عندنا 0.121، والال اوفر دي هو 1، الال اوفر دي يساوي لنا 1. فهالحاله هذه احنا نروح نطلع كل البيرنج كاركترستكس من الجداول، نروح على الجداول. مثلا إذا تذكرون الدرس الماضي هذه الجداول الموجودة عندنا، راح نشوف هذه الجداول اللي موجودة عندنا وين نحصر اهتمامنا. نحصر اهتمامنا هنا لما يكون عندنا ال L over D يساوي لنا شقد؟ ال L over D or L over D يساوي لنا 1، or L over D يساوي لنا 1. شقد مقدار السمر فولد نمبر؟ نشوف هذا السمر فولد نمبر هنا، اوكي، بوينت 1 something اللي موجود عندنا. اوكي، فهنا ال L over D يساوي لنا 1، وهنا عندنا السمر فولد نمبر. اذا ما كان القيمه موجوده او كانت قيمه ان بتوين ما بين القيم، فلازم نسوي الانتربوليشن مثل ما عرفنا بالدرس الماضي. وهنا كل البارامترز الاخرى، يعني مثلا اقدر اطلع ايش قد مقدار الاش نوت اوفر سي اللي هو المينيمم اويل فول ثيكنس مقسوم على الكليرنس. احنا دائما تكون عندنا بالحقيقه البارامترز هذه كلها دايمنشنلس، مثل ما قلنا وعرفنا ليش دي يسووها دايمنشنلس، يعني فور مور جنرال في السوليوشن لازم تستخدم الدايمنشنلس فور. لذلك هنا عندنا اتش نوت اوفر سي نقدر نطلعها، نقدر نطلع ايش قد قيمه الاتيتيود انجل، نقدر ايش قد قيمه الفريكشن كوفيشنت مضروب في ار اوفر سي. فلما نريد الكوفيشنت اوف فريكشن لازم نضرب هذا المقدار اللي هو اف ملتبلايد باي ار اوفر سي بالمعكوس مال ال R over C اللي هو C over R. وكذلك الحال زين مقدار الفلوريت، زين هذا اللي هو الدايمنشن للفور مال الفلوريت. اوكي، والريشيو ما بين الفلوريت الى السايد ليكج اللي هذا موجود عندنا هنا، زين نقدر زين ايش قد مقدار البي للبي ماكسيمم. كل هذه اللي بتشوفوه هنا
هذا هو عبارة عن البيرنج كاركترستيك. راح نعرفه لما راح نعرف شنو، راح نعرف قيمة ال إيش اسمه، قيمة السومرفيلد نمبر، قيمة السومرفيلد نمبر. فلذلك الحجر الأساس بالموضوع إنه شلون تطلع السومرفيلد نمبر، وراح تبتدي تشتغل على هالأساس هذا. المهم هسه بعد ما طلعنا السومرفيلد نمبر راح نشوف اللي راح نستفاد من عنده. السومرفيلد نمبر مالتنا كان 0.121. رحنا للجدول، احتمال هاي 0.121 ما موجودة، راح تكون موجودة بين قيمتين، راح نسوي انتربوليشن لكل القيم، نقدر نطلع ايش قد مقدار ال R over C multiplied by friction coefficient اللي راح يطلع لنا 3.22 من هذا الجدول اللي شفناه. لما نروح على البيرنج اللي هو L over D multiplied by 1 مقدار الـ H note over C اللي هو المينيموم اوزون ثيكنس مقسوم على الكليرنس يساوي لنا 0.4، مقدار الـ Q مقسوم على R في C في N في R. طبعا هذه المقام اللي تشوفوه الوحدات مالته تساوي لنا الوحدات مال Q، يعني اذا ضربتوا الوحدات مال الـ R اللي هي متر، ضربنا في C اللي هي وحداتها متر، خلينا نقول الـ N revolution per minute اللي هو ال L وحدات الطول، راح نحصل على وحدات بالمتر كيوب بير سكند، خلينا نقول بالمتر كيوب بير سكند. اوكي، هذا المتر كيوب بير سكند اللي هو المتر كيوب بير سكند مال الكيو، فيصير عندنا دايمنشن. فلذلك هنا هذا الكيو ده يصير عندنا 4.33. اوكي، اذا هنا عندنا الفريكشن كوفيشنت، لاحظوا ضربنا هذه القيمه اللي هي R over C multiplied by F، ضربناها بديش بالكليرنس اوفر ار حتى نختصر هذه القيمه، راح يطلع لنا 3.22. هذا الكليرنس اللي هو 0.05 مليمتر، والار هو 25 مليمتر، راح يعطينا هالقد. هذا هو الكوفيشنت اوف فريكشن مال بيرنج، كوفيشنت اوف فريكشن مال بيرنج هو هذا، هذا مقداره. زين، من هذا الكوفيشنت اوف فريكشن راح تعرف انت دا يصير عندك هيدروداينامكس، دا يصير عندك البيرنج في حاله هيدروداينامك لوبريكيشن، او ده يكون عندك في حالة الميكس لوبريكيشن، او ده يكون عندك في حالة الباوندري لوبريكيشن. لا تتذكرون الترباي كيرف اللي شرحناه في بداية المحاضرة السابقة، وقلنا انه عندنا بالحقيقة 4 ريجيمز اوف لوبريكيشن اللي هو الباوندري لوبريكيشن، الميكس لوبريكيشن، اند هيدروداينامك لوبريكيشن، وكو عندنا مرحلة انتقالية اللي نسميها بالإلاستو هيدروداينامك لوبريكيشن، وهذا اللي يحددها من هو يحدد لنا اياها الكوفيشنت اوف فريكشن. وشفنا الرينجات مال الكوفيشنت اوف فريكشن، ومن الواضح ان الكوفيشنت اوف فريكشن هذا قليل جدا، بحيث ده يضمن لنا انه ده نكون احنا بالهايدروداينامك زون، وهذه في مساله جدا مهمه لازم ننتبه لها. الباور بالحقيقه لوست، خلينا نقول ديو تو فريكشن، هو عبارة عن الفريكشن فورس ملتبلايد باي الفيلوسيتي. احنا دائما الباور التعريف مالتها هي يا اما التورك في الاوميجا اذا تتذكرون، او هي عبارة عن الاف في في، الاف في في، او في بعض الاحيان الفي ما نستخدم اليو. اوكي، بس الاساسي هي يا اما التورك في الاوميجا يا اما الاف في في. اذا نريد نستخدم التورك في الاوميجا فنروح نطلع الفريكشنال تورك، نروح نطلع قيمة الفريكشنال تورك ونضربها بالأوميجا اللي هي عبارة عن السرعة الدورانية، ونحولها من ريفوليوشن بير مينت إلى راديان بير سكند. أوكي، هذا الفريكشنال تورك بالحقيقة شو يساوي لنا؟ يساوي لنا قيمة الفريكشن فورس، قيمة الفريكشن فورس بالحقيقة تساوي لنا الكوفيشنت اوف فريكشن في النورمال فورس اللي هي عبارة عن الدبليو. شوف لاحظ الفريكشن كوفيشنت ملتبلايد باي دبليو اللي هي عبارة عن القوة العمودية، خلينا نقول زين، راح تعطيني فريكشن فورس. إذا ضربتها في R اللي هو الراديوس مال الجورنال راح ينطيني الفريكشنال تورك اللي راح يولده الفريكشن فورس اللي موجود عليه، من اللي هو عبارة عن تانجنشال فورس على سطح الجورنال، تانجنشال فورس على سطح الشفت مال البيرنج اللي هو احنا نسميه الجورنال. فهذا التورك بالحقيقة، هذا التورك مضروب في الأوميجا اللي هو عبارة عن 2 باي ان، 2 باي ان، اوكي،
في 2 باي ان راح يعطيني از قد طبعا من اقسم على 10 او 6 ان انا حتى اطلع لها القيمه بالكيلووات. طبعا انت راح تعتمد على الوحدات مالتك اللي مستخدمها. شوف هنا دبليو بالنيوتن، الكوفيشنت اوف فريكشن هو عديم الوحدات. هنا الار بالمليمتر، الار بالمليمتر لازم تحولها الى، احنا عندنا الواط هو نيوتن متر لكل سكند، نيوتن متر لكل سكند، فالار هذه بالمليمتر حتى تحولها الى متر لازم تقسمها على 1000. فمن راح يطلع لك بالوحدات هنا لما تحول هذا الى متر راح يطلع لك نيوتن متر لكل سكند، نيوتن متر لكل سكند، وهذه النيوتن متر لكل سكند هي عباره عن واط، فلذلك الواط راح تحوله الى كيلو واط، لازم اقسمه على 10 و 3 اخرى، فلذلك راح يصير عندنا 10 و 6 هنا. زين، وراح يطلع لنا اوريدي الرقم اللي راح يطلع لنا، راح يطلع لنا 0.08 كيلو واط بالحقيقه، اللي راح يطلع لنا هذا 0.08 و 0.08 كيلو واط، فلذلك هو 2 باي في 1490 على 60 حتى نحول الريفولوشن بير مينيت الى ريفولوشن بير سكند. زين، في المقدار مال الكوفيشنت اوف فريكشن في اللود الابلايد لود المسلط من الخارج اللي هو 3.2 بالعشرة كيلو نيوتن، فالكيلو هو 10.3 كيلو نيوتن، مضروب في الار اللي هو عباره عن الريدس مال الجورنال اللي هو 25 ملم مقسوم على 10.6 راح يعطيني بوحدات شنو؟ بوحدات الكيلوات. فلذلك عندي باور لوس مقدارها ايش قد؟ مقدارها 0.08 كيلوات. شوف دائما الباور لوس ديو تو وات؟ ديو تو فريكشن. احنا دائما نقول عليه فريكشن باور لوس، انتم سامعين به وايد. ايش قد الفريكشن باور لوس؟ هو هذا الفريكشن باور لوس بالنسبه للبيرنج، الكوفيشنت اوف فريكشن اللي طلعناه ملتبلايد باي دبليو ملتبلايد باي ار انطاني هذا الفريكشنال تورك مضروب في الاوميجا اللي هو 2 باي ان، 2 باي ان على 60 طبعا، لاحظ هنا على 60 حتى نحولها بالريفولوشن بير سكند، واذا هي كانت بالريفولوشن بير سكند ما كنا نقسم على 60. اوكي، فهذا هو عباره عن الباور لوس، ايش قد مقدار المينيمم اويل فيلم ثيكنس اللي راح يتولد عندي، وهذا فت بارامتر جدا مهم. تعرفون انه المينيمم اويل فيلم ثيكنس هو لما يكون عندي الجورنال اقرب ما يكون الى وين؟ الى البيرنج. يعني هذا لازم اكون من عنده حذر، لانه احتمال يصير عندي شنو؟ احتمال يصير عندي متل تو متل كونتاكت في هالمنطقه هذه، في هالمنطقه هذه. فلذلك هنا الاش نوت بالحقيقه انا مطلع قيمه الاش نوت اوفر سي مسبقا اللي هو هذا 0.4. إذا ضربت الـ 0.4 في الـ clearance راح يعطيني ايش قد مقدار الـ H note. لاحظ 0.04 لا 0.4 multiplied by C راح يعطيني هلقد مقدار 0.4 multiplied by 0.05 ملم يعطيني هلقد 0.02 ملم. هذا هو عبارة عن الـ minimum oil film thickness، أقل مسافة راح تكون عندي ما بين سطح الجورنال وسطح البيرنج مقدار هلقد. هذا مهم حتى ادير بالي على السيرفس رفنس اللي راح يتولى اللي راح احصله اثناء عمليه التصنيع. اذا كان عندي الابرج لاين سنتر مال السيرفس رفنس اكبر من هالقيمه هذا راح اطخ المعادن مع بعضها البعض، وبالتالي راح يصير عندي متل تو متل كونتاكت، راح يصير عندي فيلير. راح نشوف عندنا مثلا هسه ان شاء الله نجي على قضيه السيرفس رفنس واهميتها. ثاني هذه مهمه جدا الاتش نوت، الاش نوت كلش مهمه. زين، وش قد عندنا مقدار الفلوريد؟ وش قد يحتاج لنا زيت حتى نعوض داخل البيرنج؟ دائما نخلي البيرنج مثل ما نقول عليه فول فلودد. يعني شنو فول فلودد؟ دائما مليان بكميه كافيه من الزيت، لانه اذا صارت كميه غير كافيه من الزيت راح يصير البيهيفير مالته غير شكل. بالحقيقه يسموه بالستارف بيرنج، ستارف بيرنج بالعامية يسموه بيرنج عطشان، يعني ما بي كمية كافية من الزيت. زين، فلذلك قيمة الكيو هي هاي قيمة الكيو. لاحظوا احنا ايش طلعنا بالحقيقة، اخذنا من الجدول كيو على ار في سي في ان في ال، فنضرب هذه القيمة بالحقيقة بمقدار الار في سي في ان في ال. الار هو الريديوس اوف جورنال، الكليرنس اللي هو سي، الان عندنا السرعة الدورانية هنا،
ال L هو عبارة عن اللينك. لذلك هنا لاحظ R 25 ملم في الكليرنس اللي هو 0.05 ملم. هنا الريفوليوشن بير سكند حتى نحولها الى سكند. زين مضروب في ال L اللي هو عبارة عن اللينك مال الجورنال اللي هو مقداره 50. لذلك راح نحتاج الى 6720 ملم تكعيب بير سكند. كل ثانيه نحتاج هل قد قيمه؟ زين هل قد قيمه 6720 ملم تكعيب؟ يعني اذا تقسمها على 10 وتقطعها راح تطلع لك بالمتر كيوب بير سكند حتى تحسنها اكثر. فهذا قيمه الزيت او كميه الزيت اللي راح نحتاجها حتى نحافظ على البيرنج مالتنا مثل ما نقول فولي فلودد. فولي فلودد اوكي. بدلاله اللتر بير مينت راح نطلعها بدلاله اللتر بير مينت هنا 6720 لاحظ مليمتر تكعيب بير سكند نضربها في 10 ناقص 6 في 60 راح تجينا لتر بير مينت. هنا ايش يكون عندنا بير سكند؟ فهذه 60 للسكند حتى نحولها الى مينت، وهذه المليمتر تكعيب نضربها في 10 ناقص 6 حتى تتحول الى لتر لتر بير مينت. قد مقدار التمبرتشر رايز اللي راح يصير عندنا، قد مقدار الارتفاع في درجه الحراره اللي راح يصير عندنا، هذا مقدار الارتفاع في درجه الحراره. عندكم العلاقه اللي هي دلتا تي راح يعطينا بحدود شنو؟ حدود 7.9 دقري سنتيغريد. 7.9 دقري سنتيغريد. شوفوا هذا المثال شويه لطيف بالنسبه لنا، شويه النوعيه مالته بالحقيقه راح ادخلكم على السيرفس رفنس والشغلات اللي انتم ماخذيها بالحقيقه بالتصميم وبالرسم الهندسي بالصف الثاني بالتراكيب اللي هي موضوع الفتنس اذا تعرفوه. طبعا هنا 50 ملم دايمتر هاردند اند جراوند ستيل جورنال. هذا الستيل بالحقيقه الجورنال اللي هو عباره عن الجزء الدوار مال البيرنج، جزء الدوار مال البيرنج هذا، ف يعني مصنوع من الهاردند ستيل زين، ومسوي له فينيشنج ايضا لازم نسوي فينيشنج. طبعا بالنسبه للجورنال بيرنج اخواني يعني السيرفس فينيشنج من اهم الشغلات، من يعني فت بارامتر جدا مهم. يعني لما نروح نصنع الجورنال بيرنج لازم نركز على السيرفس رفنس مالته، لازم يكون السيرفس رفنس مالته جدا دقيق. لان مثل ما تعرفون في منطقه من المناطق راح يكون عندنا الاويل فيلم ثيكنس بالمينيمم، فممكن ان تكون النتوءات اللي موجوده على السطح الهندسي مال البيرنج زين هي اكبر من المينيمم اويل فيلم ثيكنس، وبالتالي راح تصير عندنا مثل ما نقول متل تو متل كونتاكت، راح يصير عندنا كونتاكت ما بين الاسطح مال الجورنال والبيرنج ذا تيبس اوف ذا اسباريتي، يعني عند القمم مالت من مال هاي النتوءات اللي موجوده على السطحين. ولما يصير عندنا مثل هيك شيء راح يصير عندنا الفيلير، لانه راح يصير عندنا ما نسميه بالاكسسيف هيتنج، راح يتولد عندنا حراره عاليه جدا نتيجه للاحتكاك اللي يصير عندنا ما بين المعادن مال البيرنج. اوكي، فهذه فد مساله جدا مهمه بالنسبه لنا السيرفس فينيشنج. يعني حضرتك من تروح لل يعني بالتطبيقات بالحياه العمليه تريد تصنع جورنال بيرنج لازم تدير بالك على مساله السيرفس فينيشنج وتركز عليها. والسيرفس فينيشنج هنا طبعا غالي الثمن لانه يحتاج الى ملتي بروسس، قد تحتاج بالبدايه الى عمليه تفريز، وراء عمليه التفريز تحتاج الى عمليه جرايندنج، وراء عمليه الجرايندنج قد تحتاج الى عمليه البولشنج قد تحتاج الى عمليه لابينج. كل هاي عمليات بالحقيقه تجرى على السطح مال البيرنج، تجرى على السطح مال البيرنج في سبيل انه شو احصل على سموث سيرفيسز، حتى احصل على سموث سيرفيسز. هي مهمه جدا، هذه مهمة جدا. فهنا عندنا 50 ملم دايامتر هاردن اند جراوند ستيل جورنال روتيت ات 1440 ار بي ام، الريفوليوشن بير مينت مال الجورنال ده يكون عندنا 1440 زين. ان الي تيرن برونز بوشنج ويتش
ليه تيرن برونت بوشنج؟ يعني عندنا احنا هاردند ستيل والبيرنج مالتنا ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا من البرونز. البرونز هو عباره عن كبر بيس الوي، كبر بيس الوي، ماده بالحقيقه تمتاز بالسوفتنس مالتها، هي عباره عن بيرنج ماتيريال، عباره عن بيرنج ماتيريال. يعني عندنا البيرنج بالحقيقه هو عباره عن هاردند ستيل، وعندنا برونز البوشه مالتنا اللي هي تمثل لنا البيرنج هي عباره عن برونز بوشنج، which is 50 مليمتر لونج، الطول حدود 50 مليمتر. For hydrodynamic lubrication the minimum oil film thickness should be 5 times. شوف هنا for hydrodynamic lubrication حتى نضمن انه يصير عندي hydrodynamic lubrication. شنو معنى hydrodynamic lubrication؟ حتى نضمن ان يكون عندنا thickness مال الاويل اللي يدخل لنا الجورنال عن البيرنج completely. هذا هو معنى الهيدروديناميك لوبريكيشن. الهيدروديناميك لوبريكيشن معناه وجود طبقة من الزيت ما بين البيرنج وما بين الجورنال تفصل لنا الجورنال عن البيرنج كومبليتلي، يعني بدون أي متل تو متل كونتاكت. فحتى نضمن هذا الشيء بالتصميم مالتنا فور هيدروديناميك لوبريكيشن ذا مينيمم اويل فيلم ثيكنس، هذا اللي شفتوه اللي هو عبارة عن ايش نوت اللي حسبناه قبل قليل، لازم يكون عندنا الاس نوت must be 5 times sum of the surface roughness. شوف هنا انا ركزت على المينيمم اويل فيلم ثيكنس should be 5 times، يعني 5 مضروبه في الجيم في المجموع مالت من مال السيرفس رفنس. السيرفس رفنس بالحقيقه مال الجورنال سيرفس والبيرنج سيرفس يقيسوه الحقيقة بمعدات عندنا. إن شاء الله راح نجي ندرس المجرمنت بالكورس الثاني ونعطيكم فد نبدأ عن هذا الموضوع. بالحقيقة فد جهاز يسموه التالي سيرف، هذا التالي سيرف يحتوي لنا على فد دايموند تايلف يسموها إبرة من الألماس اللي راح تمشي على السطح، وأثناء حركتها بالحقيقة على السطح راح تعكس لنا التضاريس مال السطح، وهذا راح نأخذها على إشارة كهربائية الرئي في الرسم لنا السيرفس رفنس. فشلون نقيس السيرفس رفنس؟ نقيسه بالسنتر لاين افريج. سنتر لاين افريج يعني اكو عندنا يعني سنتر لاين لهذه الارتفاعات والانخفاضات اللي تصير على اللي تصير اثناء قياس السيرفس رفنس. فالسنتر لاين افريج ايش قد الافريج مال الارتفاعات والانخفاضات حول هالسنتر لاين هو هذا مقياس للخشونة السطحية مالتنا. فلذلك نقول إيش قد مقدار السنتر لاين أفرج فاليوز مال السيرفس رفنس. هنا عندنا بالمسألة يقول المينيمم أويل فيلم ثيكنس شود بي 5 تايمز 5 في المجموع مال السيرفس رفنس مالت من مال الجورنال والبيرنج، مال الجورنال والبيرنج. أوكي، حتى شنو؟ حتى نضمن انه يكون عندنا هيدروديناميك لوبريكيشن، لان اذا ضمننا انه هيدروديناميك لوبريكيشن هنا بالمنطقه اللي هي يكون بها الاتش از ايكوال تو اتش نوت، يعني احنا ضامنين في بقيه هذا في بقيه البيرنج يكون عندنا هيدروديناميك لوبريكيشن. ولا ننسى انه الهيدروديناميك لوبريكيشن يتطلب وجود ثيك اويل فيلم. ثيك اويل فيلم يعني شنو الثيك اويل فيلم؟ الاويل فيلم اللي يكون كافي لان يفصل لنا السطحين كومبليتلي بدون اي متل تو متل كونتاكت، بحيث ما يصير سلايدنج على بعضهم البعض ما يصير عندنا اي متل تو متل كونتاكت. لذلك هنا قيمه الاش نوت راح تكون عندنا 5 في مجموع السيرفس رفنس اوف جورنال اند بيرنج. المعلومات اللي موجوده منطيناها بهذا الجدول الشفت زين، شو نسوي له احنا عن المشينينج؟ نسوي له عمليه جرايندنج، نسوي له عمليه الجرايندنج، وهاي الجرايندنج تعطينا رفنس بالحقيقه مقداره 1.6 مايكرون. 1.6 مايكرون يعني السنتر لاين افريج بالحقيقه 1.6 مايكرون، بينما البيرنج سوينا له عمليه تيرنينج. زين تيرنينج وبعدين سوينا عمليه بورنج، تيرنينج وبورنج عمليتين. زين هذه العمليتين بالحقيقه اعطتنا شنو؟ 0.8 مايكرون. 0.8 مايكرون 0.8 مايكرون
فبالحقيقة مجموع ذني الاثنين، مجموع ذني الاثنين مضروب في خمسة راح يكون هو عبارة عن الاتش نوت مالتنا، مجموع السنتر لاين افرج هذا اللي هو 1.6 مايكرومتر بالحقيقة، يعني نقول مايكرون يعني بالمايكرومتر، لأن يعني الارتفاعات بالحقيقة عبارة عن ديسبليسمنت موجودة على من؟ على السطح مال الشفت، وموجودة على السطح مال البيرنج 1.6 مايكرون و 0.8 مايكرومتر، مايكرومتر مجموعهم دول مضروب في خمسة راح يكون هو عبارة عن الاتش نوت. لاحظ هنا الاتش نوت، اتش نوت از ايكوال تو 5 ملتيبلايد باي 1.6 مايكرومتر زائد 0.8 مايكرومتر which is equal to هذا المقدار. يعني الاتش نوت مالتنا بالحقيقة هو 12 مايكرون اور 12 مايكرومتر، 12 مايكرومتر او بالحقيقة 12 مايكرومتر هو 0.012 مليمتر، 0.012 مليمتر، 0.012 مليمتر. هذا الاتش نوت بالحقيقة اذا انقسم على الكليرنس، اذا انقسم على الكليرنس زين راح يعطيني شنو؟ راح يعطيني الاس نوت اوفر سي اللي هي شنو؟ عمود من الاعمده اللي موجود وين بالجدول، او بالحقيقه الواي اكسس مال واحد من الفيجرات اللي شفناها بالرايموند اند بويد تشارت. هذا فد مساله جدا مهمه ايضا حتى نطلع قيمه الكليرنس. باو هنا احنا بالنسبه ان هنا ما منطي قيمه الكليرنس ايش قد، اوكي حتى نطلع قيمه الكليرنس هو بالحقيقه ايش منطينا؟ منطينا الكلاس اوف فيت، كلاس اوف فيت. يعني شنو الكلاس اوف فيت؟ من دخلت الجورنال بداخل البيرنج طبعا راح تدخله فتنس معين، الكلاس اوف فيت مالتك هو عباره عن H8D8. هذه ضروري ترجعوا لها اخواني بالنسبه لل درستوها انتم الصف الثالث وبالحقيقه اخذتوها الصف الثاني بشكل تفصيلي بالرسم الهندسي. H8D8 شنو نقصد بال H8D8؟ يعني هذا ال H8 بالنسبه للهول وبالنسبه للشفت يعني، اوكي. فعندنا بالنسبه للهول ليميت، الهول ليميت اللي هو مال بيرنج راح يكون عندنا 50 بلس 0 بلس 39 بالالف مليمتر، والشفت راح يكون عندنا 50 ناقص 0.08 ناقص 0.119 مليمتر. هذا ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا الراديوس مال البيرنج والراديوس مال الجورنال. طبعا هنا الهول دايمتر بالحقيقه، بس هذا عندنا الدايمتر مال الهول، تتخيل عندنا هول زين وداخله اكو شنو؟ اكو داخله اكو شفت، اكو داخله شفت. القطر مال الهول هو القطر مال البيرنج بهالحاله هذا هو 50 زائدا شنو؟ زائدا التولرنس اللي هو هذا الافرج مال التولرنس اللي هو 0 زائدا 0.039 مقسوم على 2. فلذلك هنا انا الهول دايمتر هو 50.0195.039 مقسوم على 2 زائدا 50، اوكي. بينما بالنسبه للشفت راح يكون عندنا شنو؟ اللي هو 50، شوف هنا أنا ناقص ناخذهم كما هم، ناقص ناقص نتلاشون ناقص 0.08 ناقص 0.119 ايضا الافرج مالتهم راح يعطيني 49.905 مليمتر. هذا من هو الدايمتر شفت، وعندنا الهول شفت، البيرنج شفت. اذا نطرح واحد من الاخر ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا الدايمتر الكليرنس، راح يطلع لنا الدايمتر الكليرنس. الدايمتر الكليرنس بالحقيقه الدايمتر الكليرنس راح يكون عندنا هو عباره عن الهول دايمتر اللي هو 50.0195 ناقصا شنو؟ ناقصا الشفت دايمتر اللي هو عباره عن 49.9005 اللي يطلع لنا بحدود 0.119 ملم. هذا هو عباره عن الدايمتر الكليرنس، هذا هو عباره عن الدايمتر الكليرنس. لذلك الراديال كليرنس بالحقيقه هو عباره عن الدايمتر الكليرنس، انتبه لي الدايمتر الراديال كليرنس هذا بالحقيقه الاش نوت اوفر سي، هذا السي بالحقيقه تمثل لي الراديال كليرنس. فانت اللي طلعته هنا واللي قدرت تحصله هو عباره عن الدايمتر الكليرنس. فلذلك الراديال كليرنس هو الدايمتر الكليرنس مقسوم على 2 بالضبط، مثل العلاقه ما بين الدايمتر والراديال. الدايمتر هو ضعف الراديال،
اوكي. لذلك الراديوس لازم نقسم الدايمتر على اثنين. فلذلك هنا الراديوال كليرنس هو عباره عن الدايمتر الكليرنس مقسوم على ايش؟ مقسوم على اثنين، وراح يطلع لنا بوينت 1. لذلك الاش نوت اوفر سي راح تكون عندنا هاي قيمتها. هذه عباره عن الاش نوت اوفر سي قيمتها ال قد، والال اوفر دي هو 50 اوفر 50 واحد منطيك اياها. فصارت عندنا كل البيرنج كاركترستكس معلومه، كل البيرنج كاركترستكس معلومه. هنا ما راح نقيم ايش قد قيمه الثرمال فلويد نمبر. عندنا معلومات بالسؤال عن المينيمم اويل فيلم ثيكنس، وعندنا معلومات عن الراديال كليرنس. فقدرنا نطلع اش نوت اوفر سي، وعندنا معلومه انه البيرنج هو عباره عن فاينايت لينث بيرنج اللي هو عباره عن ال اوفر دي قد يساوي لنا واحد. هذه التو بارامترز بالحقيقه كافيه على انه تاخذك وين الى الجدول وتروح تشوف كل البيرنج كاركترستيك. يعني تروح تطلع الكوفيشنت اوف فريكشن قد مقدار، تقدر تروح تقرا ال ار اوفر سي ملتيبلايد باي الكوفيشنت اوف فريكشن، تقدر تروح تطلع ايش قد مقدار الكيو، تقدر تروح تطلع ايش قد مقدار الاتيتود انجل، تقدر تشوف ايش قد مقدار الاتنترستي ريشيو اللي راح يشتغل عندها هذا البيرنج. اوكي، وهكذا. شوف هنا من طلعنا الاش نوت اوفر سي نقدر نطلع ايش قد مقدار السمر فولد نمبر مال بيرنج ايمن. يعني كل البارامترز اللي موجوده بالجدول في الحاله هذه صارت عندك معلومه وتقدر تطلعها وتستفاد من عندها في الحسابات. لذلك السمر فولد نمبر مالتنا هو ار اوفر سي كل الكميه تربيع، شوف الراديوس اوف ذا جورنال مقسوم على الراديال كليرنس. الراديال كليرنس كل الكميه تربيع في اي تي ان اوفر بي ان، هنا عباره عن الريفولوشن بير سكند لما ننسى هي 1440/60. اوكي، وهكذا. لاحظ هنا 18 سنتيفويد نقسمها على 10 في 9 حتى نحولها الى نيوتن سكند بير مليمتر سكوير. اوكي، وهذا هو عباره عن شو اسمه الواحد على بي. لاحظ هذا هو عباره عن الواحد على بي اللي هو دبليو اوفر ال دي. شوف هنا بالحقيقه دريد البريشر احنا هنا من السمر فولد نمبر، باعتبار السمر فولد نمبر احنا يعني وجدناه، فريد ايش قد مقدار البريشر اللي راح يتولد، ايش قد مقدار الابلايد لود اللي يصير على البيرنج هذا اللي موجود عندنا بالحقيقه الابلايد لود. اوكي، فنقدر نطلع ايش قد مقدار البي، البي نجيبها هنا والسمر فولد ننزل هنا، وهاي شفنا هذا واحد على السمر فولد نمبر. اوكي، وراح يطلع لنا البريشر بالحقيقه اهل قد. هذا البريشر بالحقيقه هو عباره عن شنو؟ عباره عن دبليو اوفر ام مضروبه في دي، او هو عباره عن بالحقيقه اذا اردنا نطلع الدبليو هو البريشر ملتبلايد باي ال في دي. اذا اذا ضربت هذا البريشر في ال في دي راح يطلعني ايش قد مقدار الابلايد لود على هذا البيرنج، ويطلع لنا بحدود 4275 نيوتن. يعني تقدر تطلع اي بارامتر زين تحتاجه من خلال هذه العلاقات والشارتات اللي شفناها قبل قليل واللي استعرضناها من خلال هذه المسألتين. هذه الطريقة باستخدام الشارت بالحقيقة إذا تشوفون دائما يكون عندك معلوم نوع الزيت. يعني على سبيل المثال احنا عندنا البيرنج دنزيتب SAE 30 او SAE 20، اذا التايب اوف اويل يكون عندك معلوم. ايضا يكون عندك من علم النوع مال الاويل انت المفروض تروح تطلع الفيسكوسيتي مالته، بس من تروح تطلع الفيسكوسيتي مالته ات ويش تمبرتشر ات ذا افريج تمبرتشر، مثل ما يعني وضحنا الدرس الماضي نوجد الاويل فيسكوسيتي at the average temperature. فلازم تكون عندك الـ average temperature معلومة. زين؟ فكل المسائل السابقة اللي شفتوها كانت عندنا الـ average temperature معلومة، فما كانت عندنا مشكلة. نروح نطلع الـ oil viscosity من الـ viscosity chart، ونجي نحسب الـ summer field number، ومن نجي نحسب الـ summer field number وعندنا الـ L over D صار عندنا كل البارامترز معلومة. لكن اكو عندنا بعض المسائل وهذا واقع الحال اللي يصير عندك لما تريد تصمم جورنال بيرنج، الافرج تمبرتشر ما معلومه عندك، ما معلومه عندك. فبهالحاله هذه ايش راح تسوي حتى توجد البيرنج كاركترستكس، حتى توجد البيرنج كاركترستكس؟
هذه في مسألة جدا مهمة راح نشوفها من خلال هذا المثال اللي موجود أمامنا. عندنا تصميم مال جورنال بيرنج ما راح نقدر نعرف إيش قد قيمة الأفرست تمبرشر. يعني من نعرف قيمة الأفرست تمبرشر يعني ما نقدر نطلع قيمة التمر فولد نمبر. ما نعرف نطلع قيمة التمر فولد نمبر. إذا ما طلعنا قيمة التمر فولد نمبر ما راح نقدر نعرف أي كاركترستيك من أي يعني أي من الكاركترستيك مال البيرنج. لا نقدر نعرف الكوفيشنت اوف اكشن ولا نقدر نعرف الاتيتيود انجل ولا نعرف الكيو ولا نعرف واتيفر بتلاحظون من هذا اللي موجوده بالجدول كله. فبالحاله هذه انت شو تسوي؟ انتبه هنا ان ديزاينينج جورنال بيرنج فور هيدروداينامك لوبريكيشن. بنقول فور هيدروداينامك لوبريكيشن يعني احنا لازم نضمن تيك اويل فل. يعني لازم تكون عندنا في الطبقه زيت كافيه تفصل لنا ما بين سطح الجورنال وسطح البيرنج. The designer usually knows the load that must be supported. اللي هو W هذه مهمة. يعني إذا تريد تصمم جورنال بيرنج لازم تعرف إيش قد مقدار اللود applied to the bearing. إيش قد مقدار اللود applied to the bearing. وهذا مثل ما قلت لكم الدرس الماضي. إحنا هذا applied load بالحقيقة. يعني لو افترضنا عندنا شافت مال توربين محطة توليد الطاقة الكهربائية تعرف أنت التوربين أكو عليه يعني الشفت مال التوربين اكو عليه توربين واكو عليه كومبرسر واكو عليه تلاحظون كل هذه بالحقيقه اكو عليها فورسز. هذه الفورسز تاثر لنا عليه من على هذا الشفت. اوكي فنروح نسوي ما نسميه بالفري بودي دايجرام مثل ما تعلمت الصف الاول. اوكي ونشوف نعتبر انه البيرنج هو عباره عن سمبلي سبورت يعني الشفت نعتبره هو سمبلي سبورتد اد بيرنج ونروح نطلع الرياكشنز في مناطق البيرنج. هذه الرياكشنز بالحقيقة المحصلة مالتها هو عبارة عن الأبلايد لود. المحصلة هو الأبلايد لود اللي لازم البيرنج يتحملها. فلازم نعرف إيش قد مقدار الـ W إيش قد مقدار الـ Operating Speed. هنا الـ Operating Speed بالنسبة للهيدروديناميك بيرنج مهمة جدا. هو الهيدروديناميك بيرنج بالحقيقة الفكرة مالته شنو؟ الفكرة مالته إنه راح يتولد بريشر عندنا او ما نسميه احنا بالسيلف بيلد اب اوف بريشر ديو تو السبيد هذا اللي بيصير عندك ديو تو هذا السبيد اللي راح تصير عندك وجود طبقه الزيت بمناطق مثل منقول اللي هي الكونفرجنج دايفرجنج ويج وراح يتولد عندي هذا البريشر مثل ما درسنا بالمحاضره السابقه. اذا عندنا هذا السبيد جدا مهم. اذا كانت عندنا لو سبيد ما راح تقدر تحصل على هيدروديناميك بريشر كافي يحمل لك اللود. لازم يكون عندك السبيد في قيمه معينه حتى يكون عندك اللود اللي اللود كارينج كاباسيتي مال البيرنج الى قيمه معينه. تو ديتيرمين ذا سنتريستي ريشيو اوف ذا جورنال بيرنج اللي هو السنتريستي زين ذا تمر فولد نمبر اند ال اوفر دي هاف ماست بي نن زين ان اديشن دبليو and number of revolution for other variables. نشوف هنا ال L over D ال L D ال R over C and coefficient of friction زي كلها نقدرها. المهم إخواني هنا في هذا الموضوع هسه اللي راح نستعرضه شوف شو راح يكون عندنا بقى design a bearing lubricated with FAE 20 oil. إذا نوع الزيت معلوم عندنا that an inlet temperature خليتكم جوا خط حتى تميزون اكو عندنا الا التمبرشر وعندنا افرج تمبرشر. الا التمبرشر هذه ليست هي الافرج تمبرشر اللي ناخذ عندها الفسكوسيتي. اوكي اذا عندنا الا التمبرشر تو ذا بيرنج مقدارها 49 ديجري سنتيغريد بس هذه لها علاقه بالافرج تمبرشر هسه راح نجي نشوفها بعد قليل. اذا عندنا الا التمبرشر اللي هي 49 ديجري سنتيغريد الان هو 60 ريفوليوشن بير سكند. الفرعة مال الجورنال هي 60 دورة لكل ثانية. الـ L over D equal to 1 الـ D هو 5 سنتيمتر إذا الـ L أيضا 5 سنتيمتر and W equal to 6650 نيوتن. هذا هو عبارة عن الـ applied load. Determine the minimum film thickness maximum fluid pressure film maximum يعني الـ P maximum maximum fluid العفو temperature T maximum قد أقصى قيمة لدرجة الحرارة.
الباور لوس انسايد فلويد فلو سايد ليكج اللي هو الكيو اس اللي هو واحد من الكولونز اللي موجود فور شنو فور كليرنس ريشيو هذه يسموها كليرنس ريشيو اللي هو عباره عن الكليرنس الى الراديوس اوف ذا جورنال كليرنس ريشيو مقداره ايش قد كليرنس ريشيو مقداره greater than 0.002 smaller than 0.005 take oil density is equal to 880 kilogram per meter cube and oil specific heat 1760 يعني specific heat مالت من مال الاويل is equal to 1760 joule per kilogram second joule per kilogram second والكليرنس ريشيو بالحقيقة it is 0.005 يعني أصغر من 0.005 وأكبر من 0.002 لاحظ هنا وين المشكلة اللي عندنا المشكلة اللي عندنا نوع الزيت موجود بس at which temperature أنا رح تأخذه at which average temperature the average temperature ما معلومة عندي فبالحالة هذه ايش رح تسوي رح تسوي الشيء الثاني أولا أنا عندي مقدار الـ W 6650 عندي مقدار الـ L والدي اذا راح يكون عندي البريشر اللي هو عباره عن الدبليو مقسوم على ال في الدي يعني الدبليو مقسوم على البروجكتد اريا راح يكون معلوم عندي هذا هو عباره عن الدبليو مقسوم على ال في الدي 6650 ال 0.05 متر والدي ايضا 0.05 متر راح يعطيني هلقى 2.66 في 10^6 باسكال 2.6 ميجا باسكال هذا عبارة عن الأفريج بريشر احنا نسميه ايش قد مقدار الفيلوسيتي تانجنشال فيلوسيتي اللي عبارة عن الأوميجا في ار خلينا نقول اللي هي 2 باي ار ان او باي دي ان لانه الان هنا بالريفولوشن بير سكند ماكو داعي اقسم على 60 اوكي 2 باي ار ان او باي دي ان اذا هي باي في جورنال دايمتر مقسومة في الـ N شقد مقدار الـ N بالريفولوشن بير سكند مثلا يعني اللي هي 60 RPS هذي شي موجود عندنا اوكي فيطلع لنا بحدود 9.42 متر بير سكند هذا عبارة عن سير تانجينشال فيلوسيتي اللي هي عبارة عن سيرف سبيد اوكي اذا هنا بالنسبة لنا بما انه الافرج تمبرتشر ما معلوم عندي وما اقدر اطلع ايش قد قيمه الفيسكوسيتي راح تستخدم ما نسميها بطريقه الايتريشن بروسيجر تبولي لازم نستخدم طريقه الايتريشن بروسيجر طريقه نسوي يعني تجارب متكرره ونصحح الخطا مالتنا ايتريشن بروسيجر المحاولات المتكرره احنا نسميها شلون نسوي المحاولات المتكررة؟ يعني for a given c over r for a given c over r اللي هو 0.005 مثلا اوكي ايش راح نفرض؟ راح نفرض قيمة الـ t average خلينا نقول انه الـ t average مالتنا بالحقيقة ايش تكون عندنا؟ تكون عندنا 80 ديجري سنتيغريد اوكي انا بالنسبة لي أريد قيمة درجة حرارة البيرنج لازم توصل لي إلى حد الـ 80 درجة أوكي اللي نسميها إحنا بالـ T average ما أريدها أعلى ولا ما أريدها أعلى من هالقيمة هذه إذا هذه الـ T average لما عرفناها وعندنا نوع الزيت اللي هو عبارة عن FAE 20 صار من الممكن إنه شو أوجد مقدار الأويل بسكوسيتي من هنا بهالحالة هذه إذا كانت عندي T average 80 ديجري سنتيغريد وعندي الـ FAE 20 خلينا نرجع على الشارت مال الفيسكوسيتي لاحظوا هذا الشارت مال الفيسكوسيتي طبعا ممكن تلقي شارت أفضل من هذه بهواية اكو زين المهم عندنا ايش قد درجة الحرارة 80 درجة مئوية وايش قد عندنا الـ FAE هذه الـ FAE 20 راح نحصل على مقدار البسكوسيت اللي هنا باوع هنا 80 درجة مئوية ونصعد إلى حد ما نطخ بمن بالبسكوسيتي تشارت مال هذا الأويل اللي هو عبارة عن FAE 20 فنروح نقرأ إيش قد مقدار احنا عندنا الوحدات بالمليمتر والهذي فلذلك لازم نروح على الملي باسكال سكند
اوكي الملي باسكال سكند. بنروح على الجزء الثاني، ذاك الجزء الثاني اللي هو هنا على الجهه اليمنى راح يكون لما يكون عندنا الوحدات بالانجليزي اللي هي الباوند والانج ومشاكل ذلك. اذا هنا راح نحصل على قيمه الفيسكوسيتي مال الاويل ات الافرج تمبرتشر قد مقداره؟ مقداره 80 درجه مئويه. اذا الحاله هذه راح تكون عندنا قيمه الاويل فيسكوسيتي هي هاي، قيمة تطلع لنا هذه هي قيمة الفيسكوسيتي هذا تطلع لنا 9 ملي باسكال، 9 ملي باسكال او ما يعادل لنا حدود 0.009 باسكال سكند. طبعا هاي باسكال سكند، ملي باسكال سكند، هنا انا يعني قسمها على 1000 حتى يروح الملي يصير عندك باسكال، باسكال سكند هلقد مقدارها. لذلك انا اقدر احسب السومرفيلد نمبر راح يكون هو عباره عن الفيسكوسيتي ملتبلايد باي ان بالريفوليوشن بير سكند اللي هو منطينها بالستين. شوف هنا انا باسكال سكند نيوتن سكند بير متر سكوير، نيوتن سكند بير متر سكوير اوكي. هنا انا عباره عن 60 ريفوليوشن بير سكند. هنا انا البي هذا اللي طلعته انا هنا اللي هو بالميجا باسكال، ليش حولت هاي الى الملي الى باسكال سكند؟ لان يعني هنا عندي بوحدات الباسكال انا دا اسوي، فلذلك عندي 2.66 × 10^6 باسكال اوكي مضروبه في ار اوفر سي اوكي. الار اوفر سي احنا قلنا هنا السي اوفر ار هي 0.005 اوكي. لذلك هنا الار يعني الار اوفر سي راح يكون عندي المقلوب مالته كل كميه تربيع راح يعطيني هذا السومرفيلد نمبر. هذا هو عباره عن السومرفيلد نمبر. هذا السومرفيلد نمبر بالحقيقه اخواني يعني بعد ما حصلنا شو نريد نحصل من عنده بالحقيقه، او خلينا بالاحرى قبل نستفسر بالحال خلينا نقول لكم على طريقه الايتريتف بروسيجر. شنو معناته الايتريتف بروسيجر؟ راح تفرض انه الافرج تمبرتشر مقداره 80 درجه مئويه. زين من يقول هذه 80 درجة مئوية صحيحة؟ اوكي؟ اكو لازم يكون عندي اكو فد كرايتيريا معينة، هذه الكرايتيريا اللي راح اقارن بها درجة هذا الافرج تمبرتشر اللي هو 80، نروح نحسب الافرج تمبرتشر اللي راح نحصلها بالجديد نتيجة لهذا الفرق. فإذا كانت قريبة عن ال 80 درجة مئوية أو 80 درجة مئوية نقول هي فعلا هي الافرج تمبرتشر مالتنا هي 80 درجة مئوية. للبيرنج اللي يشتغل بهاي الظروف. اما اذا كانت لا، اذا كانت لا مو صحيحه، ايش نروح نسوي؟ نروح نعدل على الفرق مالتنا ونبتدي الحسابات من جديد، وايضا نرجع نشوف نحسب يعني نفرض قيمه الافرج تمبرتشر وبعدين نحسب قيمه الافرج تمبرتشر. لما نفرض قيمه الافرج تمبرتشر ونحسب قيمه الافرج تمبرتشر فنشوف اللي كالكوليتد ويا الاسيومد بعيدة أو قريبة، إذا كانت قريبة أو تساوي الأسيوم نقول أوكي إذا هذه عبارة عن الأفرج تمبرتشر، وبالتالي راح يكون عندنا السومرفيلد نمبر مال بيرنج هو هذا، ونروح نطلع البيرنج كاركترستيك. أما إذا كانت الكالكوليتد بعيدة عن الأسيوم لازم نروح شو نسوي؟ نسوي تعديل بالأسيوم زين، ونسوي حسابات من جديد ونقارن أيضا مرة ثانية بين الأسيوم والكالكوليتد ونشوف. زين هذا اللي يصير عندنا. يعني انتبه هنا احنا افترضنا انه قيمه درجه الحراره هو 80 درجه مئويه. طبعا حضرتك تقدر تبتدي من اي درجه حراره تعجبك. شنو الفرق؟ الفرق انه اذا كانت درجه حراره الحراره اللي راح تبتدي بها بعيده راح تكلفك عدد كبير من المحاولات. اما اذا كانت درجه الحراره اللي راح تفرضها قريبه عن الواقع زين راح تكون عندك عدد الايتريشنز اللي راح تحتاجها راح تكون عندك شنو؟ عدد قليل. طبعا بالمناسبه مثل هيك انواع من المسائل يفضل انه واحد يسوي لها فت كمبيوتر بروجرام صغير فيخلص من هالسالفه هذه انه يسوي هاند كالكوليشن بيده. اوكي؟ هاند كالكوليشن. بس المهم خلينا نعرف المبدا مالتها انه افترضنا قيمه التي افرج اللي قيمتها ايش قد؟ 80 ديجري سنتيجريد. حسبنا من عدد السمر فولد نمبر. من عدد السمر فولد نمبر جورنال في اليو هذا الفريكشن فورس ملتبلايد باي اليو اللي هو عباره عن البور لوسز
هو رو في سي في كيو زين في الكيو multiplied by delta T. يعني معناه مقدار temperature rise هو هذا F journal multiplied by U على رو في سي في كيو في الأفرج. أوكي باو عنا هذا الاف جي هو عبارة عن الفريكشن فورس. شنو هو الفريكشن فورس؟ عبارة عن الكوفيشنت اوف فريكشن مالتبلايد باي الابلايد لود مقسوم بال شوف بدنا نحولها الى انفسخ مثل ما نقول اوكي يساوي لنا الرو في سي هذا الكيو افرج هو عبارة عن الكيو ناقصا السايد ليكج على 2 سايد ليكج على 2 هذه بالحقيقة الدلتا تي طبعا هنا أنا انت مثل ما تعرف بالجدول عندنا هاي النون دايمنشنال فورم dimensionless form the friction coefficient multiplied by r over c هذا اللي موجود عندك بالجدول q over r c فهنا بالحقيقه راح تحول هذا القانون مال temperature rise هذا الى مجاميع يعني اذا يحتوي لي مجاميع ستاندرد موجوده عندي بالجدول قبل اخذ الارقام واجي اطبقها هنا فاقدر اقول هنا أنا بالحقيقه لاحظ هنا هذا w على رو في c خلينا في الكوفيشنت اوف فريكشن طلعت الكوفيشنت اوف فريكشن في يو في باعنا كيو ماينس كيو اس اوفر 2 هذه بالحقيقه ترتيب المن ترتيب الى هاي رتبتها اوكي هذا بالحقيقه الدبليو هو عباره عن البريشر مضروب في شنو في البروجكتد اريا البريشر مضروب في دي في ال دي هو عباره عن 2 في ار في ال اللي راح تحتاجها الار يعني بعدين زين مقسوم على رو في سي كثافة الهيت والهيت كاباسيتي مالته اوكي مضروبه بالكوفيشنت اوف فريكشن اوكي الكوفيشنت اوف فريكشن زين يعني هذا كله احنا بالدبليو هسه مضروبه بالكوفيشنت اوف فريكشن هذه اليو 2 باي ار ان اللي هي عباره عن تانجنشال فيلوسيتي 2 باي ار ان لاحظ هذه الكيو اذا طلعتها خارج قوس طلعتها خارج قوس راح يصير واحد ناقص النصف كيو اس الى كيو هذه الكيو اس اوفر كيو طبعا موجوده عندنا بالجدول الرئيسي مالها مثل ما قلنا راح نحول هاي العلاقه الى فد مجاميع الى علاقه ما بين مجاميع موجوده عندنا بالجدول لذلك هذه اذا تضرب هذا الاثنين في اثنين يطلع لك اربعه باي في بي على رو في سي راح نحصل على هاي المجاميع شوف ثلاث مجاميع فريكشن كوفيشنت في ار اوفر سي كيو على ار سي ان ال في واحد ماينس نصف كيو اس اوفر كيو كل هاي موجوده وين بالجدول يعني فور ا جيفن سومرفيلد نمبر اللي هو لما تكون عندنا تمبرتشر الافرج تمبرتشر 80 درجه يكون عندنا سومرفيلد نمبر مقداره 0.812 راح تحتاج الى الكوفيشنت اوف فريكشن مجموعه مالته وراح تحتاج الى مجموعه الكيو ومجموعه الكيو اس الى كيو لاحظ إذا نروح إلى الجدول قال عندنا قيمة الـ L over D L over D مال بيرج يساوي لنا واحد أوكي إذا نروح إلى الجدول هذا table number one زين لاحظوا table number one هذا وين الـ L over D L over D يساوي لنا واحد هذا الـ L over D يساوي لنا واحد وين أروح أروح أدور على Somerfield number مقداره 0.81 مو هالشكل 0.812 يعني هو موجود وين بالحقيقة محصور ما بين ال 1.33 و 0.631 هنا في المنطقة هذه موجود عندنا 0.812 شو أحتاج من عنده؟ أحتاج من عنده الـ coefficient of friction باوع؟ احنا وين قلنا هنا أنا في المنطقة هذه اللي هو 0.81 زين هذا ما بين ال 1.33 وما بين ال 0.6 مو؟ ده يصير عندنا 0.8 اي نعم 0.812 هنا بهالمنطقة هذه احتاج الكوفيشنت اوف فريكشن راح القاه هنا احتاج قيمة الكيو على ار في سي في ان في ال راح القاه هنا احتاج الكيو اس الى كيو هذني ثلاثة هنا اسوي لي انتربوليشن واخذهن من اسوي لي انتربوليشن واخذهن اروح ادخلهن وين؟ للعلاقة مالت من؟ مال التمبرتشر رايت اللي موجودة عندي هنا هذا عبارة عن temperature rise بابا هاي عبارة عن temperature rise temperature rise يساوي لي 4 باي في بي هذا البي موجود عندي الرو في السي الاف في ار اوفر سي موجود عندي اجيبه من الجدول الكيو على هذا اخذه من الجدول
واحد ناقص نصف في الكيو اس اوفر كيو اخذ من الجدول بقى الكيو اس هذا الكيو اوفر ار سي تعطي 3 ونص هذا الفريكشن كوف في ار اوفر سي تعطي 16 اوكي واجي اعوضهم هنا بقى هنا هذا الرو في السي هذا الرو كيلوغرام في المتر كيوب وهذا السي اللي هو جول في كيلوغرام كيلوغرام ديجري سنتيغريد اللي هو عباره عن سبيسيفيك هيت سبيسيفيك هيت اوكي راح يطلع عندي ايش قد مقدار التمبريتشر رايز دلتا تي يطلع لي 111.5 هذه التمبريتشر رايز استخدمها في حساب الافرج تمبريتشر اللي هي الكالكوليتد ايش قد مقدار الكالكوليتد افرج تمبريتشر راح تكون عندي تي افرج تساوي النت تي ان اللي هي عباره عن الانلت اويل فوم تمبريتشر زائد شنو زائد دلتا تي اوفر 2 يعني الانلت اويل فوم تمبريتشر هي 49 درجه زائد شنو زائد 111.5 مقسوم على 2 يطلع لي حدود 104.7 ديجري سنتيغريد هاي شنو شو نقول عليها نقول عليها الكالكوليتد افرج تمبريتشر يعني هسه صار عندنا الاسيومد افرج تمبريتشر هي 80 والكالكوليتد 104 يعني بما معناه انه الكالكوليتد هواي هواي اعلى من الاسيوم لذلك ايش راح نسوي احنا راح نعيد البروسس مالتنا بفرضيه اكبر يعني خلينا نزيد على الافرج تمبريتشر اللي احنا فرضناها بدل ما ناخذها 80 ايش راح نسويها راح نسويها 90 ديجري سنتيغريد راح نسويها 90 ديجري سنتيغريد يعني احنا اللي فارضي بالحقيقه بين لنا من خلال الحسابات ان اللي فارضي كميه قليله فراح نزيده تفنشون راح نزيده فلذلك التي افرج خلينا نحسب على اساس انه 90 ونمشي بنفس البروسيجر لما يكون عندي التي افرج 90 اروح على الكيرف مالت من مال الفيسكوسيتي تشارت اللي هو مال الاسي 20 ات 90 ديجري سنتيغريد اوكي 90 ديجري سنتيغريد اشوف ايش قد مقدار لقيته اجي احسب ايش قد مقدار السمر فوق نمبر اروح اطلع ايش قد مقدار هذا من الكوفيشنت اللي هو الفريكشن كوفيشنت والكيو والكيو اس اوكي هنا انا اتي افرج مقدارها ايش قد مقدارها 90 واجي اقدر احسب مره ثانيه ايش قد مقدار التمبريتشر رايز ومن التمبريتشر رايز ايش راح تحسب تحسب ايش قد مقدار التي افرج لاحظ التمبريتشر رايز طلع عندي 83.65 ديجري سنتيغريد اذا اقول انه التي افرج هي عباره عن التي ان اللي هي 49 ديجري سنتيغريد زائد التمبريتشر رايز اوفر 2 راح تطلع لي التي افرج بالحقيقه الكالكوليتد هي 90.825 لاحظ انه الاسيومد هي عباره عن 90 درجه والكالكوليتد ايش قد تكون عندي 90.825 إذا بما أنه الكالكوليتد والأسيوم قريبات على بعض البعض أو متساويات إذا هذه هي عبارة عن الأفرج تمبريتشر مالت من مال البيرنج وهذا هو عبارة عن السمر فولد نمبر مال البيرنج هذا هو عبارة عن السمر فولد نمبر مال البيرنج اللي هو 0.0614 هذا اللي راح تروح أشوف عنده كل البيرنج كاركترستكس من فريكشن كوفيشنت لاتيتيود أنجل إلى سنترستي ريشيو الى 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 اخره اللي موجوده بالجدول او موجوده بالشارتات اوكي هذه الطريقه نسميها طريقه الايتريتيف بروسيجر من عندنا نقدر نحسب بعدها صار عندنا السمر فولد نمبر هذا هو السمر فولد نمبر المعتبر احنا نعتبره هذا 0.0614 هذا ال 0.0614 عندنا نقدر نروح نشوف ايش قد مقدار الاتش نوت اوفر سي يساوي 0.78 فالاس نوت راح تنزل التي نوت ايش قد راح يكون عندنا اللي هو عباره عن تي اي زائد دلتا تي اوكي هذا اذا الهيت ديسيبيتد قد مقدار الباور لوف اللي هو عباره عن الفريكشن فورس مال الجورنال سيرفيس مضروب في اليو اللي هي عباره عن التانجنشال فيلوسيتي فلذلك هو عباره عن كوفيشنت اوف فريكشن ملتيبلايد باي دبليو مضروب في يو اللي هو عبارة عن السرعة اوكي لاحظ نقدر نطلع ايش قد مقدار الهيت ديسيبيتد ايش قد مقدار السايد ليكج نقدر هي عبارة عن 0.28 ملتبلايد باي كيو لان كيو الى كيو اس موجود عندنا قيمتها 0.2
زين، هذا اللي نقدر نعرف كل الديزاين كاركترستكس مالت من مال البيرنج. اوكي يعني هذا الطريقة الثانية اللي بالحقيقة هي الطريقة الأكثر واقعية عندكم بالتصميم مال البيرنج، انه ما يكون عندك الافرست تمبرشر معلوم. فلا طبعا هنا احنا قلنا لاحظ هنا الكالكوليتد اللي حسبناها 104 الاتيوند هي 80، الاتيوند هي 80. اوكي فقلنا انه الكالكوليتد كلش عاليه، لذلك انه الاتيوند كانت قليله اللي فرضناها فزيدناها، ممكن ان يطلع هذا اقل من 80. زين اقل من 80، فبالتالي ال 80 دي نروح ننزلها، يعني العمليه ما تصير عمليه معكوسه. يعني افرض انت هنا بالحسابات مالت الفرق هنا 70 او 60، مش راح نقول انه اللي فرضيها هي عاليه بالحقيقه، 80 عاليه بالنسبه لل 60، فاذا خلينا نقللها نسويها 75 نسويها 70 اوكي، ونعيد الحسابات مالتنا اوكي وهكذا. اذا عندنا بالنسبه لل مختصر مفيد لما تعلمناه اليوم، وتعلمنا كيفية استخدام الرايموند اند بويد او تشارت بالحقيقة اللي موجودة. وهذه التشارت بالحقيقة اخواني ممكن ان يتوفر عندك السمر فولد نمبر والال اوفر دي وتطلع كل الكاركترستيكس، او ممكن ان يتوفر عندك مثل ما شفنا بالمثال مال السيرفس رفنس، يتمثل عندك او يعني يتوفر عندك الاتش نوت اوفر سي او اي بارامتر اخر زائدا، يعني اي تو بارامترز بالحقيقه يتوفر عندك ممكن ان تعرف كل البيرنج كاركترستكس. يعني مثلا بهذا المثال اللي شفناه ابو السيرفس رفنس قدرنا نطلع مقدار الاتش نوت اوفر سي اوكي، ومن عنده انطلقنا بالحقيقه ال اوفر دي ايضا كان موجود عندنا، وقدرنا نطلع كل الكاركترستكس. اذا كان عندك السمر فولد نمبر ويا ال اوفر دي تقدر تطلع اي تو بارامترز موجوده بالهذه تلقفها، تقدر تطلع من عندها كل الديزاين كاركترستكس مال البيرنج بالحقيقه.